الحقيقة في القاهرة النهاردة وامبارح اهتمام دولي كبير وعيون صناع الطاقة المتجددة وتحولات الطاقة كمان اللي في العالم بيتابعوا وقائع مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 اللي شهد افتتاحه امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المؤتمر ده بيشارك فيه حوالي 120 دولة ويناقش فكرة التحول للطاقة النظيفة، خفض الانبعاثات وعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة في مجال الطاقة. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة وفية وتفاصيل أكتر عن المعرض والخطوات اللي قطعتها مصر في مجال الطاقة المتجددة من دكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأحد الخبراء المشاركين في جلسات المعرض. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتكم. أهلا بيك. يعني في البداية لو نتكلم مع حضرتك عن المعرض في نسخته السابعة وأهمية إقامته حاليا وأبرز محاور النقاش. يعني أولا أهميته هي أنه جاي في وقت يعني حرج بتمر في المنطقة والعالم كله بتحديات كبيرة في مجال الطاقة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال يعني مجابهة مشاكل تغير المناخ. والحقيقة بيبرز دور مصر كلاعب إقليمي ودولي في هذا السياق بشكل كبير، وبينظر لمحاور متعددة. يمكن احنا شايفين هذا الإصدار من المؤتمر مختلف عن الإصدارات السابقة لأنه بينظر للطاقة بوجه عام وليس فقط لقطاع البترول كما كان سابقا. وبالتالي المحاور إذا كانت صحيح بتركز على قطاع البترول بصفته يعني الرائد في تنظيم هذا المؤتمر، ولكن أيضا بيتسع ليشمل محاور جديدة يمكن شفناها امبارح وإن شاء الله تستمر على مدى الأيام القادمة، خاصة بسياق تحول الطاقة بشكل عام، زي الطاقات المتجددة، زي كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة ومنها الصناعة مثلا، زي البعد الإفريقي وأهمية مساعدة الدول الإفريقية في قطاع تحول الطاقة. ويمكن شفنا امبارح حديث فخامة الرئيس لما أثار مشكلة التمويل. جميل. وكيف أن الدول التي تعاني من بعض المصاعب الاقتصادية تحتاج أن يتم التعامل معها بشكل مختلف. صحيح. في مجال التمويل وأن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها. صحيح. الحقيقة أن هذه المسألة مسألة حيوية للغاية وهي بتمس يعني كل. صحيح. دولة. ودي كانت إشارة مهمة جدا دكتور ماجد، فعلا بالفعل فكرة التمويل أو سؤال التمويل فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية في مواجهة أثار التغير المناخي. جلسة النهاردة جلسة مهمة جدا، الحديث هيكون عن الطاقة المتجددة. مصر قطعت شوط كبير جدا في استراتيجية خاصة للتحول إلى الطاقة المتجددة. برأي حضرتك أبرز المحاور اللي هيتم مناقشتها في جلسة اليوم حول الطاقة المتجددة في المنطقة؟ أولا في مجال الطاقة المتجددة، أولا إبراز التقدم المحرز في مصر وكيف أن مصر يعني ضاعفت في سنوات قليلة إنتاجها من الطاقات المتجددة. كلنا نعلم أن احنا لغاية 2016 يمكن كان كل اللي موجود في مصر حوالي 500 ميجا وات. حاليا مصر 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 540 تحديدا. يعني أصبحت مصر الآن لديها أكثر من 3000 وحوالي 500 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أكثر كمان. وإجمالي الطاقات المتجددة في مصر إذا أضفنا ليها الطاقات المائية وصل حوالي 6400 ميجا وات. جميل. وبالتالي إحنا بنتكلم على أرقام يعني في الإجمالي تضاعفت، وفي الطاقة المتجددة وكفاءة وبالذات في سياق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأرقام تضاعفت عدة مرات. وهي مرشحة للزيادة بقيم كبيرة جدا جدا نتيجة الاستراتيجية التي أعلنتها مصر للوصول ل 42% سنة 2030 من مزيج الكهرباء. وده بيستدعي الحقيقة يعني أولا خلينا نقول جهود من الدولة، ويستدعي أيضا مشاركة قوية من القطاع الخاص، لأن الدولة لم تستطيع بمفردها القيام بتمويل مثل هذه المشروعات، وبيستدعي أيضا مساندة قوية من الجهات الدولية المانحة والممولة بشتى أشكالها بقى. وهنا بيظهر أهمية عناصر جذب الاستثمارات وأن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بتكلم تحديدا. وهذا وده جواه مكونات كثيرة، يمكن إبراز التجربة المصرية من حيث إنها مثلا خصصت أكثر من 30,000 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وده بيؤكد التزام الدولة بهذه المشروعات وخصصتها يعني
وجهزتها بالدراسات الرئيسية الخاصة اللي بتقول إن هذه المواقع من أفضل المواقع لاستغلال الطاقة المتجددة. كمان تجهيزات الشبكة وإتاحتها ومدها لأقرب نقطة من هذه المشروعات بيمكن من إن إحنا نربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية المصرية. وبالتالي فرص بيع الطاقة عبر الشبكة بتكون فرص كبيرة، والتزامات الدولة المصرية باتفاقيات شراء طاقة، والحقيقة اتفاقيات شراء الطاقة دي من أكثر الحاجات الصعبة عالمياً. نتيجة ان المطلوب انها تكون قابلة للتمويل البنكي وقابلة للمستثمرين يقبلوها كمان. يعني تكون بنسميها وين وين سيتويشن، الاطراف كلها تقبلها. فاتفاقيات شراء الطاقة اللي مصر عدتها على مدى السنوات الماضية كلها محل قبول من المستثمرين ومن جهات التمويل. عناصر كثيرة في برنامج الطاقة المصري كمان المتجددة بنتكلم تحديدا على ان احنا بنجهد تحول نحو الهيدروجين الاخضر. طيب ده يعني دكتور ماجد اسمح لي، يمكن ده كان محور حديثي لحضرتك او سؤالي لحضرتك، واحنا بنتكلم عن مشروع الهيدروجين الاخضر، خليني استغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا اهمية هذا المشروع وعلاقة وجود بنية تحتية قوية في مصر حاليا بتنفيذ هذا المشروع يا فندم. طب خلينا نقول الهيدروجين الاخضر هو الهيدروجين المنتج من الطاقات المتجدده، يعني تحليل كهربي للمياه، وبالتالي عندنا نظام فيه طاقات متجدده بتولد كهرباء، وهذه الكهرباء بتدخل على جهاز لتحليل المياه اسمه الكترولايزر. فمطلوب ان يكون عندنا ايضا وحدات لتحليه المياه لوصولها للدرجه المناسبه للقيام بعمليه التحليل، ونحصل منها على هيدروجين. الهيدروجين ده نستطيع استخدامه في صناعات متعدده، بدايه من صناعه النفط والغاز نفسها الى صناعات الحديد والصلب الى صناعات الامونيا والامونيا، احنا بنتكلم كمان على الميثانول، عفوا على الفيرتلايزرز اللي هي الاسمده، صناعه الاسمده، ومصر ليها مكانه عظيمه في صناعه الاسمده، زائد ما نطلق عليه الوقود الاخضر، وبنتكلم على الميثانول والايثانول وغيره من انواع الوقود اللي ممكن استخدامها في تطبيقات متعدده. وبنسمع حاليا عن السفن اللي بتعمل بالوقود الاخضر او الوقود الكهربي احيانا بيسموه، لان منشاه كهرباء متجدده. وبنسمع ايضا عن وقود مشتق من زي البنزين والديزل بس مشتق من الكهرباء، وده في دول متقدمه كثيره حاليا كمكمل لصناعه الوقود التقليديه. جميل. طبعا احنا بننظر لتحول قطاعات عده هنا، الموضوع ما بقاش كهرباء بس. صحيح. الموضوع اصبح حاليا ان احنا بنتحدث عن تحول قطاعات زي قطاع النقل زي قطاع الصناعه الى تقنيات خضراء، ويكون بصمته الكربونيه منخفضه، وبالتالي الوصول الى مستهدفات خفض الانبعاثات اللي كل دوله حاططها. جميل. على نفسها طبقا للاتفاق. وده طبعا ضمن ملامح الاستراتيجيه الدوله للطاقه والتنميه المستدامه كمان 2030، والوصول او استهداف حوالي من 5 ل 8% من انتاج الهيدروجين الاخضر عالميا. عايز اسال حضرتك دكتور ماجد فيما يتعلق بالجانب التشريعي، يعني احنا عندنا اصول وعندنا يعني بنيه تحتيه وموانئ بتهيئ الدوله انها تبقى مركز اقليمي للطاقه، الجانب التشريعي والتيسيرات اللي ممكن تقدم للمستثمرين والحوافز ان هم يجوا يستثمروا في الطاقه المتجدده في مصر. والله في مجموعه من الجوانب الخاصه سواء بالهيدروجين الاخضر او بالطاقات المتجدده. اهمها اعفاءات ضريبيه وجمركيه يعني مميزه الحقيقه. وعملهم وهذه الاعفاءات مستمره لفترات جيده جدا بتسمح بان يعني الاستفاده من اولا القدرات اللي موجوده في مصر لفترات طويله، وبتسمح للمستثمر ايضا انه يحقق عوائد يعني جاذبه. جنب الحوافز الضريبيه والجمركيه ايضا مجموعه من الحوافز لتشجيع الاعتماد على خلينا نقول على التقنيات والفرص اللي موجوده في مصر من مختلف التكنولوجيات. وهنا بنفكر ان الطاقه المتجدده اللي هتخدم مشروع الهيدروجين الاخضر مثلا لابد تكون مشروعات جديده تخدم المشروع نفسه، بمعنى ان احنا مش بنستهلك بس من المشروعات القائمه، لا المشروعات القائمه هي بتصرف في كهرباء مصر حاليا باكثر من 10%. من الجنريشن من الانتاج المصري و20% من الحمل الاقصى، ولكن احنا عايزين نضيف على ده، فالطموحات المصريه في هذا الشان ان احنا الحوافز المقدمه، مجموعه الحوافز المقدمه سواء كانت اراضي، سواء كانت تيسيرات ضريبيه وجمركيه، سواء كانت اتفاقيات بتلتزم بها الدوله بشتى اجهزتها وهكذا، هذه كلها تستهدف ان احنا نضيف للقدرات القائمه ونحقق الاهداف اللي احنا الاستراتيجيه بنعملها ان شاء الله. اخيرا يا دكتور خليني اعرف من حضرتك اهم الملفات اللي هيتم مناقشتها النهارده خلال المعرض.
والله يعني اعتقد المعرض محاوره متعدده وكثيره، ويمكن انا بشارك حلقه النهارده في الملف الخاص بالطاقات المتجدده، ولكن اعتقد ان في ملفات اخرى معنيه طبعا بالتعاون الاقليمي، ومعنيه ايضا بفرص كفاءه الطاقه، ومعنيه ايضا بتطور قطاع البترول وغيرها من المحاور اللي بيشهدها المؤتمر. بالتاكيد بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه.